أهل تعلم أهل تعلم أن عدد صعقات البرق في الأرض تصل إلى قرابة 8 ملايين صعقة؟ هل تعلم أن تقليم الأظافر يساعد في الحد من الإصابة بالأمراض المعدية؟ هل تعلم أن حجم قلب الإنسان الطبيعي هي حجم قبضة يده؟ هل تعلم أن الموز الأصفر ببقع سوداء ينتج مادة تسمى مضاد الأورام التي تعمل على تدمير الخلايا السرطانية في الجسم؟ كلما زاد سواد البقع تزداد قدرة الموز على تعزيز مقاومة الجسم للسرطان. هل تعلم أن أول من قاتل بالسيف هو سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هل تعلم أن منغوليا هي أقل البلاد كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة؟ هل تعلم أن النحلة ترفرف بجناحيها ما يقارب 350 مرة في كل ثانية؟